وهو بيان خاص للعميد مناف طلاس الذي يعلن انشقاقه رسميا عن نظام الأسد من خلال هذا البيان. ويفصل في هذا التسجيل للعربية موقفه من الأزمة السورية. نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، أطل عليكم في هذا الظرف العصيب من عمر بلادنا سوريا، حيث تسيل الدماء البريئة التي كل ذنبها المطالبة بالحرية. أتحدث إليكم ليس كمسؤول بل كأحد أبناء سوريا، أحد أبناء الجيش العربي السوري الرافض للنهج الإجرامي لهذا النظام الفاسد. أطل عليكم مترحما على أرواح شهداء هذه الثورة العظيمة، وداعيا لفعل المستحيل من أجل الحفاظ على وحدة سوريا وضمان الشروع في بناء سوريا الجديدة، سوريا التي لا تقوم على الانتقام أو الإقصاء أو الاستئثار. فواجبنا اليوم كسوريين هو تطمين بعضنا البعض وتفويت الفرصة على هذا النظام وكل من يريد تأجيج الصراع بيننا كسوريين. أتحدث بصفتي مواطنا سوريا يفخر بخدمته العسكرية في الجيش العربي السوري الذي لا يقبل شرفائه هذه الجرائم بحق بلادنا. وأيا كانت الأخطاء من قبل البعض في الجيش العربي السوري، فإن كان كل منتم فإن كل منتم شريف لهذا الجيش ولا يقوم بقتل السوريين أو إهانتهم فهو يطبع قبلة اعتذار وتقدير على جبين كل مواطن سوري حر لحق به الأذى ممن سولت لهم أنفسهم التنكيل بأبناء بلادنا. وهؤلاء الشرفاء هم امتداد لشرفاء الجيش السوري الحر. ولذا فإن واجبنا اليوم كسوريين هو التوحد من أجل هدف واحد، وهو جعل بلادنا حرة ديمقراطية دون أن نهدمها، لنبني من جديد. فسوريا أكبر من الأفراد وأعظم من أن يبدد تاريخها ويمزق نسيجها. فيجب أن تكون ثورتنا ثورة على الفساد والطغاة، لكن دون هدم النسيج الاجتماعي. كما أن واجبنا كسوريين يحتم علينا الحفاظ على مؤسساتنا، نحن السوريون وليست مؤسسات أفراد اختطفوها أو أفقدوها مكانتها. دعوتي ورجائي أن نتوحد جميعا من أجل سوريا موحدة ذات نسيج متماسك ومؤسسات ذات استقلالية همها خدمة سوريا ما بعد الأسد. إذن في هذا البيان الخاص بالعربية أعلن العميد مناف طلاس انشقاقه رسميا عن النظام السوري، وفصل كما رأينا في موقفه من الأزمة السورية. كان العميد طلاس شغل منصب قائد اللواء 105 من الحرس الجمهوري قبل انشقاقه وخروجه من سوريا إلى فرنسا. وتعتبر المعارضة السورية أن انشقاقه قبل أسبوعين يشكل من أقوى الضربات التي تلقاها النظام السوري منذ انطلاق الاحتجاجات قبل 16 شهرا. طلاس يتحدر من مدينة الرستن في حمص، وكان من المقربين جدا من الرئيس السوري بشار الأسد، وحاول قيادة المفاوضات بين النظام وأهالي الرستن لوقف الانتفاضة من دون جدوى.